انا عايزين نعرف الراي العلمي وراي حضرتك فيها. احنا بنتعامل مع خرافات كتير قوي في من ساعه ما بدانا نتعامل مع الكوفيد 19 او مع فيروس كورونا. اول حاجه فكره انه مصنع او معمول في معمل. حضراتكم كعلماء وحضرتك شخصيا قابلتي الفكره دي ازاي؟ هو احنا اصلا يعني بالنسبه لنا الناس اللي يعني عامه الناس اللي شغاله في مجال الكورونا فيروس عامه عارفين ان في حاجه اسمها الريسيرفوار، في حاجه اسمها زي مخزن الفيروس مثلا موجود كتير قوي في الخفافيش، وفي انواع كورونا كتير جدا، ومش في الخفافيش بس، الخفافيش في حيوانات كتير جدا موجوده، بس موجوده كتير انواع من الكورونا. والكوروناز اصلا كفيروسات اصلا عندها القدره انها تتحور زي بقيه الفيروسات برضه، بس بتيجي مع وقت من كتر التحور ممكن ان اللي بيعدي فصيل معين من الحيوانات يتنقل ويعدي الانسان، فدي حاجه احنا متوقعين انها هتحصل. يعني حضراتكم كعلماء كنتوا عارفين انه ده هيحصل، ان احنا معرضين لوباء من النوع ده. الله اعلم اذا كان هيعمل وباء او مش هيعمل وباء، ده بيعتمد على ازاي الفيروس هيعدي. يعني مثلا في فيروس من نفس العيله ظهر من 2012 اسمه الميرس كورونا فيروس، ولا زال بيعمل مشاكل ولا زال بيعمل انفكشن، معدلات الوفيات فيه واصله لغايه 34%، وده كتير جدا. بس الفيروس ده عشان بيتنقل يعني بيعمل عدوى لما بيوصل للجهاز التنفسي اللي هو السفلي اللي هو الرئه، يعني لازم يوصل للرئه عشان يعمل عدوى. الفيروس الحالي ممكن يتنقل من الانف، بيتكاثر في الانف وممكن يتنقل، فعشان كده بيتنقل اسهل من الميرس. يعني انت عندك فيروس قاتل اكتر بس بيتنقل بصعوبه، والفيروس اللي احنا بنتكلم عنه ده اللي هو الكوفيد 19 ده فيروس اقل خطوره لكن بيتنقل بسهوله. ده اللي بتقوليه. هو الفيروس نفسه الفيروس نفسه اسمه سارس كورونا فيروس 2، والمرض اللي بيسببه اسمه الكوفيد 19. وبتستبعدي فكره ان ده فيروس مصنع. دي فيروسات موجوده اصلا في المخلوقات المختلفه ومصدرها طبيعي. ده اللي بتاكديه. ما ثبتش ان هو مصنع، وعشان كده احنا عارفين ان هو ما ثبتش ان هو مصنع، واحنا عارفين ان ده وارد انه يحصل، فالاحتمال الارجح ان هو ان هو فيروس اكتسب مصادره طبيعيه او اسبابه طبيعيه واتنقل. تمام. طيب خليني اسالك سؤال تاني، هل لقيتوا اجابه على انه الفيروس ده بيبقى له سلوك معين وبينتشر بشكل شرس جدا في بلد وبينتشر بشكل اقل في بلد تانية؟ هل لقيتوا سبب علمي للمساله دي؟ ما شفناش ان هو مختلف من بلد لبلد، بس معايير والسلوكيات والاجراءات اللي اتخذت من بلد لبلد فرقت في انتشار الفيروس. يعني هو طريقته واحده بس اللي يفرق كل مجتمع بيتعامل معاه ازاي اكتر من اي حاجه. بس انت تقدري تقولي الكلام ده مثلا انه اوروبا كلها اصيبت بشكل كبير جدا وافريقيا ما فيهاش نفس المستويات من الاصابه، ايه السبب؟ ما هو ما يتعليش انه افريقيا قدرت تتعامل معاه افضل ما اوروبا اتعاملت. هقول لحضرتك، هو ممكن يكون برضو في دول كتير هنا حتى في اوروبا بتلاقي الارقام مختلفه، لان حسب عدد الفحوصات اللي بيتعمل. حسب في دول الكشف. اصلا اختارت من بالظبط، في دول اختارت انها اي حد بيجي له ولو اعراض بسيطه يروح يعمل تيست، ودول بيبقوا ريبورتد از بوزيتيف، يعني بيبقوا ريبورتد ان انا عندي حالات كذا، فالعدد الحالات بيزيد كتير. في دول تانية قالت لا انا مش هعمل تيست غير للناس اللي دخلت المستشفيات. في دول ممكن يكون ده عامل في اكتر الدول الافريقيه مثلا. ده يعني في نموذج وطريقه كل دوله في التعامل مع تسجيل المريض. لو واحد بيكح وبيعطس، هو كانوا قالوا كده في امريكا، واحد بيكح وبيعطس ما بيسجلوهوش مثلا، لما يوصل لمراحل معينه بيتسجل. فهو ده اللي حضرتك بتقولي عليه. طبعا بيفرق في الاعداد، وفي دول ما عندهاش امكانيات فحص كتير فما بتعملش تيستنج كتير. طيب سؤالي